وإلى أسواق المال مشاهدين، حيث أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم بتراجع جماعي للمؤشرات بعدما اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو البيع، في حين مالت تعاملات المصريين والعرب نحو الشراء. سجل رأس المال السوقي 2.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 772.651 مليار جنيه. على صعيد المؤشرات، تراجع مؤشر اي جي اكس 30 بنسبة بلغت 0.17% ليغلق عند مستوى 12.22. كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 متساوي الأوزان بنسبة بلغت 1.27% ليغلق عند مستوى 2.286 نقطة، فيما هبط أيضا مؤشر اي جي اكس 100 متساوي الأوزان بنسبة بلغت 1.5% ليغلق عند مستوى 3342 نقطة. إلى أسواق العملات، حيث تبينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري. يسجل الدولار الأمريكي 15 جنيها 66 قرشا للشراء مقابل 15 جنيها 75 قرشا للبيع، فيما سجل اليورو 17 جنيها 72 قرشا للشراء قبل 17 جنيها 83 قرشا للبيع، في حين وصل الجنيه الاسترليني الى 21 جنيها 25 قرشا للشراء مقابل 21 جنيه 38 قرشا للبيع. هذا فيما لو وصل بالعملات الاوروبيه والعالميه مقابل الجنيه المصري. نتحول الى العملات العربيه مشاهدينا. الدرهم الاماراتي يسجل 4 جنيهات 26 قرشا للشراء مقابل 4 جنيهات 29 قرشا للبيع، فيما سجل الريال السعودي 4 جنيهات 17 قرشا للشراء مقابل 4 جنيهات 19 قرشا للبيع.